نكمل درسنا في حل المسائل على الاتزان الحراري، تمام؟ نحل المثال صفحة 57. نظام حراري مغلق مكون من مسعر نحاس فيه 150 جرام من الماء البارد عند درجة حرارة 10. إذا لاحظنا إنه عندي أول معطى ماء بارد، كتلته تساوي 150 جرام. طبعا يمس هون جرام، لازم نحوله إلى كيلو جرام. نصغير لكبير، شو رح نعمل؟ رح نقسم 1150 على 1000، يروح الصفر مع الصفر تصير 15% كيلو جرام. طيب درجة حرارته 10، يعني دال واحد يساوي 10 درجة مئوية. نعمل خط. أضيفت إليه 100 جرام من الماء ساخن، إذا عندنا المعطى الثاني ماء ساخن، كتلته تساوي 100 جرام. طبعا كذلك لازم نحول، نقسم 1000، بيروح الصفرين مع الصفرين تطلع قديه؟ 1/10 كيلو جرام. درجة حرارته يعني دال واحد 80 درجة مئوية. مهملا تأثير المسعر في الاتزان الحراري، احسب درجة الحرارة النهائية. شو قصده بالدرجة الحرارة النهائية؟ يعني انت عملت نظام حراري مغلق، اي بمعنى صار عندنا ايش؟ خليط مخلوط، اي بمعنى سوف يحدث عنا اتزان حراري. هلا مين اللي راح يكتسب حتى تصل عنا درجة حرارة درجة نهائية يكون فيها الاتزان؟ هلا انا عم بحكي ماء بارد وعم بحكي ماء ساخن، القاعدة اللي اعطيتكم اياها حكت يقول اعلى درجة حرارة هو اللي راح يفقد. اذا انت يا ماء بارد، انت يا ماء ساخن، انت اللي راح تفقد، وانت يا ماء بارد انت اللي راح تكتسب الحرارة. اذا انت راح تفقد يا 80، راح نرفع درجة الحرارة 10 الى حد قديه راح ترتفع؟ هنا المجهول بالسؤال. طبعا قانوننا هو بس انا راح افصله كميه، راح اطلع هلا كميه الحراره المفقوده، تمام؟ هلا مفقوده لمين؟ للماء الساخن. لازم تكتب جنبها الماء الساخن عشان ما تخربط بالمعطيات. يساوي كتله ضرب الحراره النوعيه ضرب التغير درجه الحراره، القانون نفسه. قديه كميه كتلته؟ نروح على الماء الساخن ومعطياته. قديه كتلته؟ 1/10، 1/10 ضار. حرارة النوعية ما بدي أعوضها، بعد شوي راح أحكي لك ليش، راح نلغيها مع بعض، لأنه للماء وهذا للماء، يعني 4200 4200 نلغيه مع بعض. ضار التغير بدرجة الحرارة هي دال 2 ناقص دال 1، ونلاحظ أن دال 2 هي الدرجة التي اتزن إليها، ناقص دال 1، يعني دال 2 مجهولة ناقص دال 1 80. تطلع معنا 1/10 ضرب الحرارة النوعية ضرب دال 2 ناقص 80 بين قوسين، خليها زي ما هي، تمام؟ أوكي؟ هلا نطلع كمية الحرارة المكتسبة، كذلك الأمر لمين المكتسبة؟ للماء البارد. دائما تساوي كتلة ضرب حرارة نوعية ضرب تغير بدرجة الحرارة. الكتلة للماء البارد من معطيات السؤال قد طلعت معي 15% كيلو جرام. طيب هلا 15% الحرارة النوعية ما بدي أعوضها لأنها للماء. تغير بدرجة الحرارة دال 2 ناقص دال 1 قد كانت بالمعطى؟ 10، تمام؟ إذا 1.5 ضرب الحرارة النوعية ضرب التغير. نجي للقانون الأساسي، كمية الحرارة المكتسبة تساوي سالب كمية الحرارة المفقودة. ضروري ومهم ما ننسى السالب، ضروري ومهم ما ننسى. نجي نعود، كمية الحرارة المكتسبة 15% ضرب الحرارة النوعية ضرب دال 2 ناقص 10، وخلي القوس موجود، يساوي السالب خليه لبرا هلا،
كمية الحرارة المفقودة اللي طلعناها 1/10 ضرب الحرارة النوعية ضرب ضرب دال تغير دال 2 ناقص 80. تمام؟ هلا حرارة النوعية هيك أنا معوضنا الحرارة النوعية، راح ألغيها مع الحرارة النوعية لأنها متساوية، هاي للماء وهاي للماء. هلا شو راح نعمل؟ اللي راح نعمله الآن راح ندخل 1.5 على راح ندخل 1.5 على القوس. تمام؟ لما ندخل 1.5 على القوس عشان ننظم حلنا، هاي مش 1.5 سوري، 15% على القوس. تمام؟ نحكي 15% ضرب دال 2 ناقص 15% ضرب 10. كيف يعني 15% ضرب 10؟ نضرب عادي 0 15 بعد قد ايه منزله؟ منزلتين، يعني قد ايه؟ 1.5. نكتبها بشكل ثاني، 15% دال 2 ناقص 1.5 يساوي. الآن ودي داخل سالب 1/10 على القوس. تمام؟ مرة أضربه بدال 2 ومرة أضربه بالثمانية. هلأ ناقص 1/10 دال 2، هلأ سالب 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 السالب، طبعا سالب ضرب سالب موجب، هاي وحدة. 1/10 ضرب 80 أنزل الصفر، 1 ضرب 8 8، بعد قديه منزلة؟ بعد منزلة، إذا راحت، إذا شو صفة معي؟ 8. إذا ناقص 1/10 دال 2 زائد 8. الآن طلع على المسألة، عندي دال 2 هيها دال 2 وأرقام. هلا نخلي المجاهيل على جهة والأرقام على جهة، يعني 15% دال 2 لما أنقل هاي على الطرف الثاني بدي أخذ معكوس إشارتها، إذا زائد 1/10 دال 2 يساوي ماشي. هلا الثمانية موجودة ودي أجيب هاي لعندها، شو بدها تصير؟ عكس إشارتها، زائد 1.5 زائد 1.5. أوكي؟ طب هلا المعاملة المعامل المتغير هون دال 2 دال 2، إذا متشابه، إذا يصير نجمع ولا ما يصير؟ طب بس توضيح لعملية الجمع، 15% زائد 1/10، دير بالك وإنت تجمع هيك مسائل، الفاصلة تحت الفاصلة وما يكفيها من منازل، 25%، إذا عندنا 25% دال 2 يساوي 8 زائد 1.5. كذلك انتبه، 8 صحيح، يعني ما قدامها إشي، 8 صحيح، 1.5 نجمع، 5.95، إذا 9.5. شو الآن؟ شو عكس الضرب؟ ناي ضرب. شو عكس الضرب؟ قسمة. إذا نقسم على 25% على 25% بيروحوا مع بعض، دال 2 في 9.5 على 25% تساوي بعد ما تقسموها 38 درجة مئوية. بسيط، بس بده شوية تركيز للضرب هنا، تدخيل للقوس. نعطي كمان مثال، ناخذ مثال هذا كمان، راح يكون هذا مثال صفحة 58، مثال صفحة 58. أوكي، نقرأ السؤال. مسعر معزول فيه كمية من الماء. طيب أوكي، ناخذ المعطيات. ماء كتلته تساوي 100 جرام، كتلته تساوي 100 جرام، درجة حرارة طبعا 100 جرام مباشرة نحولها لكيلو جرام، نقسم على 1000 بيروحوا مع بعض بصفي 1/10 كيلو جرام. دال 1 عنده، أو نركز درجة حرارتها 21، طب يعني إيش دال 1؟ درجة مئوية. طب نعمل خط، شو وضع فيه؟ وضعت فيه قطعة ساخنة من النحاس. عندنا قطعة من النحاس كتلتها، الكتلة تساوي 50 جرام. الآن كمان راح نحول، أقسم على 1000 تطلع 0.05% كيلو جرام. تمام، فتا
اختزن النظام عند درجة 36. كيف يعني اتزن النظام عند درجة 36؟ كلمة اتزن النظام عند درجة 36 وكأنه يحكي لي دال 2 تساوي 36، كأنه يحكي لي دال 2 تساوي 36. مهم جدا. احسب درجة حرارة قطعة النحاس قبل تبريدها. طبعا ايش بدي اعمل اول اشي؟ مين يفقد مين يكتسب؟ هلأ اقرأ سؤالك منيح. كمية من الماء كتلة 100 جرام، درجة حرارتها 21، وضعت فيها قطعة ساخنة من النحاس. قطعة ساخنة من النحاس، كلمة ساخنة أكدت على أن النحاس أنت اللي راح تفقد وأنت اللي الماء راح تكتسب. إذا نبلش. كمية الحرارة المكتسبة، ماشي خلينا نطلع المكتسبة، تساوي كتلة ضرب الحرارة النوعية ضرب التغير بدرجة الحرارة. نركز، كتلته 1/10 ضرب. طب هل راح نعوض الحرارة النوعية ولا مثل قبل شوي؟ طبعا راح نعوض الحرارة النوعية، لاني انا عندي ماي وعندي نحاس، كل واحد له حرارة نوعية مختلفة. معروف انه الحرارة النوعية طبعا هي ثابت، معروف انه الحرارة النوعية للماء 4200 ضرب التغير بدرجة الحرارة دال 2 ناقص دال 1. هل أعطاني دال 2؟ طبعا السؤال من كلمة اتزن، من كلمة اتزن. دال 2 هي 36 ناقص دال 1 قديش لإله؟ 21. طبعا 1/10 ضرب 4200 ضرب 36 ناقص 21 5، 3 ناقص 2 1. تمام، بعد ما تطلعوها حسبة رياضيات بسيطة تطلع معنا 6300 جول. إذا كمية الحرارة المكتسبة 6300 جول. طيب هلا الآن شو مطلوب مني؟ أطلع كمية الحرارة المفقودة لمين؟ للنحاس، تساوي كتلة ضرب الحرارة النوعية ضرب التغير بدرجة الحرارة. هل الكتلة قد ايه؟ 5%، تمام، ضرب الحرارة النوعية للنحاس وهي ثابت بعطيكم يا 400، ضرب التغير في درجة الحرارة هي عبارة عن دال 2 ناقص دال 1. دال 2 معي؟ طبعا دال 2 من كلمة اتزن احط فيها 36 ناقص دال 1 هي المجهولة. اوكي طب نكمل. نضرب هذول الرقمين مع بعض، 5/400 بنزل الصفرين، 5/4 20، بعد قد ايه منزل الفاصلة؟ بعد منزلتين، اذا اصفت عندي 20. تمام، 20/36 ناقص دال 1. شو اعمل هلا؟ بدخل العشرين على القوس، تطلع معنا 20/36 ناقص 20 في دال 1. 20 في دال 1. بدي انقل المسألة هون عشان نقدر نكمل. 20 ضرب هلا 20 هي كمية الحرارة المفقودة، تساوي 20/36 ناقص 20 دال 1. نضرب 20 في 36 تطلع ننزل 0، 2 في 6 12، 2 في 3 6 و 1 7، 720 ناقص 20 دال 1 في عنا مجهول. لكن ما ننسى قانوننا الأصلي إنه كمية الحرارة المكتسبة تساوي سالب كمية الحرارة المفقودة، تساوي سالب كمية الحرارة المفقودة. هلأ كمية الحرارة المكتسبة قد ايه طلعت معنا؟ طلعت معنا إذا تتذكروا 6300. 6300 يساوي سالب، خليها لبرا، كمية الحرارة المفقودة 720 أو ناقص 20 دال 1. أول إشي دخل السالب على القوس، 6300 يساوي سالب 720 زائد 20 دال 1. إيش راح تعمل؟
طبعا تاخذ معكوس الاشاره زائد 720 على الطرفين 720 بيروحوا مع بعض. 0 زائد 0 0، 0 زائد 2 10 7، تمام 7020 يساوي 20 دال 1. ايش ضايل علينا نعمل؟ على 20 على 20، طبعا بعد ما تقسمها تطلع معك دال 1 تساوي 351 درجة مئوية. 351 درجة مئوية. يا ريت تكونوا ان شاء الله يا رب وصلتكم الفكرة. احضروا الفيديو وان شاء الله راح يكون بعديها عندك واجب. احضروا الفيديو، واذا كمان افضل كمان تنزلوا، راح يمكن انزل لكم اياه تصوير كمان التلخيص هذا ونزلوه على دفاتركم، يكون افضل احسن عشان ضلوا محتفظين فيه. شكرا لكم.